كلام عن حب الله للإنسان، الله سبحانه وتعالى يدخلنا، يعني يريد إدخالنا الجنة بكل الطرق، يعني سواء تقول سبحان الله معك، سبحان الله بحمده، مش عارف، حتى بعد ما تموت لو تصدق لك ابنك، حتى لو بنيت، يعني الله سبحانه وتعالى يريدنا إيش؟ ندخل الجنة. فإحنا دائما في كل الأناشيد نقول أحبك يا رب، فهذه بنتكلم إن الله يحبنا. يا الله يا الله، حبك لنا ملموس، جميع الكون في حبك أمارة، من رحمتك خليت جناح الليل ما يسبق نهارا، واسرار حبك من تدبرها سعيد، لبيك يا اقرب من الحبل الوريد، لبيك يا اقرب من الحبل الوريد. يا الله يا الله، سفر البحار غشاه الموج، مد الكف داعي، الطف يا رب الموج، شراعي طاح والطافك شراعي، يهدى البحار والموج والخوف الشديد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. يا الله يا الله، الله عليك الله عليك. يعني نختم ما شاء الله عليك، خلاص نختم بشيء سريع بالنسبه لي. الله يسلمك.